السلام عليكم ومرحبا بكم، كاملين في فيديو جديده ديالي ديال قناه شوشو شانيل. كيما غتكونوا لاحظتوا في الفيديو اللي فاتوا، عملت لكم ثلاثه ديال الفيديو في طنجه. هو نهار واحد ولكن فرقته على حسب التيم ولا على حسب الموطا اللي مشينا له، وثانيا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دونك شنو عملت؟ الفيديو الاولاني عملت فيه المحطه والطريق، الفيديو الثاني عملت فيه القصبه بلوتو الحافه، والفيديو الثالث القصبه. اللي باقي ما شافهمش نخليهم لكم في الديسكريبسيون باش تشوفوهم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو المدينه القديمه ديال طنجه، وغنشوفو حتى شويش بلايه.
ما شفتو هنايا جيت خديت كالينتي. كالينتي كنت صدرت لكم عليه في واحد الفيديو قديمة في مرتيل، كنت قلت لكم انه الطحين ديال الحمص مع الملحة مع الزيت بلدية وزيت بيضة والماء كيخلطوهم وكنعملوهم في الفرن كيطيب وكيجي هيدا. هاد القياس اللي خديت 2 دراهم، وكنعملو له الملحة ولا ليبزر على حسب الكو، كاين اللي كيبغي يملو حتى ليبزر باش كيجي شويه شحار. ودابا وصلنا لسوق برا ولا هاد الساحة هادي، راه هي سينما الريف، غنكبر نوريها لكم. شو الجماعة اللي هنا شحال مزيونة. دابا من السوق برا غنهاودو على فندق الشجرة في ديك الطوالة اللي هنا، غنهاودو على فندق الشجرة تما فيه المحلات ديال القصريات ديال الحوايج الرجال النساء العيال. سمحوا لي كل مرة نحنا بالحق حنا جري كياكلوني وبرد. دابا سخون شوية سمعت مشيت بالحق، واخا هايداك باقي حنا جري كياكلوني. شو هاد برارد تعقلوا عليهم، ها هما كاينين هنا مقاليد وجدة، هنايا كاينين هادوك العطارة اللي كيطحن القهوة اللي كيطحن لي زيبيس. شو هذا واو، عرفتو واحد الريحة مكرهتش ندوزها لكم في فيديو، ريحة واعرة دو قهوة تما. هنايا بلاصة د الحوت، بلاصة د الحوت هنايا. هادو هنا مقبرة اليهود، هاهي المقبرة اليهودية سيميتيار جويف، ها كاتبينها بسبانيولا سيمينتيريو ويد، معرفتش جويف كيفاش كتقرا بسبانيولا. دونك هنا حنايا في الهبطة ولا العقبة فندق الشجرة. شوفوا هاد البنية هذا شحال قديم وشحال مزيون، هذا ابارامون سيت ان اوتيل يمكن، ما عرفتش، لا ماشي اوتيل، ساكنين فيه الناس. شو المحبقات في البالكونيس، البنايات ديال هاد العمارة ديال هاد الهبطة كاملة قدامين. هالحوانت اللي قلت لكم لتحت كيبيعوا داكشي ديال السكان والدرجال وديال هذا، والفوقي بنايات قدامين راه باينين غير من الشرجم ديالهم طوالين، ماشي ديك الشرجم اللي مربعين، الشرجم مستطيلين. قال لي اسبيرانسا اوريلانا هنا في الاخر ديال هاد الزنقه، يمكن الا ما خفت نكذب فيها واحد التياتر، انا نوريه لكم تياتر قديم من العهد الاسبانيول اسمه جران تياترو سيرفانتيس، ها هو 1913 جران تياترو سيرفانتيس، جران تياتر دو سيرفانتيس سيرفانتيس. هنايا نمشي له الصراحه، غنهب نكمل الهبطه نيشان، كمل الهبطة نيشان، بعد الهبطة غتصفي نيشان في مارسا، ومن هنا شويش غيبدا يبان لنا البحر. ها حنايا راه البحر لي كيبان، السما شويش صفات. شو هذا، هذا باين عاودو عاد عاودو غيستوغاوه حيت صباغة جديدة، ننزل بلايا بونسيون. هاد لي بونسيون هادو بالنسبة سي الصراحة ما قلتش هاد لو بوان هذا، بالنسبة للناس اللي بغاو يجيو لطنجة وداكشي، يا إما كيكريو لي زابارتمون
الا كانوا عائله كبيره وديك الشيء، سينو كنتي بوحدك ولا جوج الناس ولا ثلاثه ديال الصحاب وديك الشيء، بامكانكم تاخذوا هاد لي بونسيون هادو ديال، انا كنت واحد المره جيت لهذا، يمكن لا ماشي هذا ميامي، هذا اللي تحت منه كنت خلصته ب 80 درهم. هذا كاينين اللي لداخل عاود شويه تبعد، هذا بعدو حيت قرابين للسونتر، قرابين البلايا وديك الشيء. هذا كنت جيت له 80 درهم، 80 80 درهم كنت جيت له واحد المره في شهر 12. ها هو كاين عاوتاني هذوك اللي لداخل شويه في وسط المدينه القديمه، كاين 50 كاين 60 على حسب عاود لا سيزون فوقاش جيتو، بحال دابا في الصيفيه تقدروا تجيو تقدروا ما تجبروش كاع تجبروه عامر. وكاين عاود مرات اللي كتجي وكتجبر الدنيا خاويه وكتجبر الثمن شويه مرفق على حسب فوقاش جيتو. اوتيل رويال عاود هذا شويه غيكون طالع الثمن ديالو. احنا خرجنا في مرسى، مرسى هي من هاد الجهه ديال اليمين، ومن هاد الجهه ديال اليمين كاينه بلايا. شو هنا الحمام، حمام دوش 30 درهم. دابا وصلنا لهنايا وصراحه خصني ندخل كنفكر واش نقطع مرسى اولا ما نقطعش. صراحه عييت مرة أخرى ونعود نرجع لهنا ونعمل لكم دورة في المرسى ديال طنجة وديك الشي. مهم مرسى راه هي اللي راهي ميناء طنجة، هاي نورمالمون هذا كان في الأول البوغ فين كي قال لي بابا كان كيجي واحد تران تن هنا كيحط الناس لما اللي كيجيو من المغرب كامل كيجيو بالتران كيهبطو هنا باش كيشبرو عاود الباطو، قال لي كانت هنا كيجي التران غتما واحد المكانة الوسط محطة التران قال لي كانت. دابا مبقاش فيها التران كي وصلت انا هنا، راه المرسى اللي كان عالي ايوا هو من شي وعيت خصني ضروري ندخل للدار، دونك غندخل في حالي مرة أخرى نعاود نصور لكم إن شاء الله، نصور لكم المرسى. ودابا في بلايا يقدر إذا داز الترونسبور اللي غنركب فيها ولا الطاكسي اللي غنركب فيه من بلايا غنصور لكم شويه بلايا. وصلت للاخر ديالها، نتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم، واذا عجبتكم خليوا لي لايك وخليوا لي كومونتير ديالكم طبعا، وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو الفيديو، ونعطيكم ان شاء الله فيديو المجزي ان شاء الله، واحقكم ان شاء الله دو فوا. والسلام عليكم، تهلاو لي فراسكم بزاف.
دابا انا رجعت حالي غندخل داكشي علاش هي صراحه ماقدرتش نمشي لمارسا ماقدرتش نمشي نتمشى في بلايا شويه بلايا صراحه نقدر نرجع لها في العشيه غدا ولا شي حاجه الحق المهم دابا نشوف على حساب عاد ثاني داخلي راه حنا خدامين فيه الان باش نشوفوا المساعده ديال كل جمعيه ان شاء الله يستافد على حساب الحمايه ديالها.